بجد في هذا الإطار كله متميزة جدا. علاش؟ لأن بجد كمدينة نشأت من خلال تأسيس زاوية، وهذه خاصية أنها لم تنشأ كمجال تجاري ولم تنشأ على طريق سلطاني، أو فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بتأسيس زاوية محمد أبو عبيد الله الشرقي، أبو عبيد الشرقي. فتأسيس ديال هذه الزاوية أبو عبيد الشرقي اللي هو تتلمذ على يد الشيخ أبو عثمان، سيدي أبو عثمان المؤسس ديال الزاوية الصومعة بن ملال، وكان هو رفيق أو قارين ديال أبو القاسم أحمد الصومعي اللي خدا الزاوية من بعد الوفاة ديال الشيخ ديالهم بجوج، فهما درسوا بجوج في الصمعة، وممكن نعتبروه أنهم يعني نالوا الكرامات ونالوا كما كيقولوا في الدارجة نالوا الخبزة، يعني وصلوا لواحد المستوى من الدراية ومن التفقه في شؤون الدين وفي تفسير القرآن وفي العلوم الشرعية. فأحمد أبو القاسم الصومعي خد الزاوية ديال الأستاذ ديالو للشيخ ديالو، ولكن أبو عبيد الشرقي حتى هو ابن سيدي بلقاسم ولا الله رحمه اللي كاينين في تادلة، فهو الابن ديالهم. ولكن من اللي وصل هذا، وحتى هما الأبوين ديالو، فهما ناس من الزهاد ومن الصالحين المعروفين في بلاد تادلة، ومازال الناس كيزوروا المقام ديالهم. فبعد التخرج ديال أبو عبيد الشرقي انتقل المنطقة اللي هي حاليا بجد وأسس الزاوية. مع تقدم الزمن والصيرورة التاريخية، هذه الزاوية ستصبح مدينة بكل المواصفات العمرانية والمعمارية ديالها. التاريخ هي ما كاينش مضبوط، ولكن كي في الغالب كي كترتبط بالتأسيس، لأن كان التأسيس الأول ديال زاوية أبي الجعد في البلاصة اللي معروفة الآن برجال الميعاد، ولكن جات واحد السنة فيها واحد القحط وكان فيها واحد المرض وهلك من الخلق الكثير، فقرر أبو عبيد الشرقي باش ينقل المقر ديال الزاوية من هذاك المكان ديال رجال الميعاد للمكان الحالي. دونك الزوايا في على العموم فهي ظهرت في القرن مع السعديين، ويعني في القرن نهاية القرن السابع عشر على أين هي تقريبا بحالها بحال الزاوية الصومعة. دونك هما لأن المؤسسين ديالهم عاشوا هذه الفترة وتتلمذوا على الشيوخ، ومن بين الشيوخ أيضا الشيخ سيدي علي بن إبراهيم، حتى هو كان من الشيوخ اللي حتى هو خلى واحد الزاوية مشهورة في الدير التاديلي. على أين هذا الزاوية كان الفضل لها في ظهور هذه المدينة العتيقة بالخاصية العمرانية والمعمارية ديالها. فتوسعت هذه المدينة من خلال درب الشيخ اللي هو أول درب نشأ، يعني نقوله أنه ظهر في عهد السعديين. فدرب الشيخ من بعد درب الشيخ ظهروا دروب أخرى اللي هي درقاوة، وكين العلاليين، وكين واحد المجموعة ديال الأحياء، لأن المدينة العتيقة أبي الجعد أنك حيثما وليت وجهك غادي تصادف واحد الضريح، وغادي تصادف واحد مدفن جنائزي ديال واحد من الصلحاء ديال حفدة الشيخ أبو عبيد الشرقي. دونك فهي مدينة دينية عندها الطابع الديني والمقدس، المقدس يسود في الأزقة ديال أبي الجعد، وحتى في الحياة اليومية في المعيش اليومي ديال هذا. إضافة إلى هذا فكاينين الأضرحة
اللي كتحظى بواحد القداسة، وحتى المحيط ديالها أيضا كتشعر فيه بواحد النوع من الاحترام، ومن يعني الزائر لضريح أو الزائر للمدينة كيشعر بأنه في واحد المجال حيثما ما ولى وجهه كيشعر بهذه القداسة ديال المدينة وبانتشار ديال الأضرحة والأولياء في الأزقة ديالها. كذلك كاين من بعد غادي ينشؤوا زوايا أخرى، يعني واخا كاين الزاوية الأم اللي هي العمود والعماد عماد هذه المدينة، فظهروا زوايا أخرى في المدينة من أمثال التيجانية والدرقاوية. إذا هي كانت، وكذلك في واحد الوقت غادي يجيو اليهود وغادي يستوطنوا في هاد المدينة، وغادي يتخصص لهم حي. فكان عندهم واحد الحي خاص بهم ملح ديال اليهود، وكان عندهم كنيس إضافة إلى الوجود ديالهم في باقي الأحياء. دونك هاد المدينة العتيقة لأبي الجعد في التصميم العمراني ديالها كتشبه العديد من المدن العتيقة، ولكن ما زالت تحتفظ على خلاف باقي المدن العتيقة في الجهة ديالنا. إذا ذكرنا بني ملال أو دمنات، فكان وجدوا بأن الخاصيات المعمارية والعمرانية ديالها عرفت واحد التقهقر، ولكن بالنسبة للجهة ما زالت تحافظ على هيئتها التراثية والتقليدية، من خلال اللون الموحد للأزقة ديالها، من خلال بوابات المنازل، من خلال بوابات الأضرحة. وأبي الجعد عندها خاصية بالنسبة للمدن العتيقة، لم يكن لها سور دفاعي أو أبراج، لأن هنا كان في السرع. علاش؟ لأن المقدس في هذه المدينة فهو سور يمتد إلى مئات الأميال. هناك من يعتبر بأن جبال الأطلس فهي الحدود، السور الخارجي ديال هذه المدينة، وبأن بلاد ورديغة كلها حدود بلاد وردغا هي الحدود ديال السور الخارجي لهذه المدينة. يعني القداسة ديال المدينة تكفيها للدفاع عن نفسها من العدو، ولا يجرؤ أحد على اختراق أبواب هذه المدينة. وهذا لا يمنع بأن المدينة عندها واحد المحيط، وعندها بوابات بحال البوابة ديال درب الشيخ والبوابة ديال درب القادرين. فهذه البوابات كانت هي الفاصل بين المجال الحضري داخل أبي الجعد وداخل أزقته، والمجال البدوي والقروي. كلما غادرت هذه المداخل اللي هي مفتوحة وغير مصورة. دونك هذه هي أبي الجعد، هي عبق التاريخ. أبي الجعد هي العمارة، هي المدينة العتيقة بكل خاصياتها التراثية والمعمارية.